التصريحات التي ذكرتموها حول فكرة أن جماعة الإخوان المسلمين لا تسعى للتصالح مع نظام عبد الفتاح السيسي في الوقت الراهن، ما جدوى هذه التصريحات ولماذا في هذا التوقيت بالتحديد؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يبدو جدواها يعني كان المبادرة التي قامت بها الجماعة للمشاركة، ويعني اعتبر الشعب المصري كله يد واحدة، كل طائفه مساعدة لمساهمة هذا الفيروس الجديد. فالبعض والنظام كمان أيضا لعله لم يفهمها بالشكل الصحيح وفهمها خطأ، وتصور أن هي محاولة للإخوان المسلمين بس لمجرد الإفراج عن الإخوة والمسجونين عن 100,000 من كل فصائل العام الوطني في مصر، وكأنها محاولة لتخرج الجماعة وانتهى الموضوع. الحقيقة لابد أيضا لمسألة في ظرف تاريخي مثل هذا الظرف، لابد أن تكون واضح عند النظام وعند الجميع أن الإخوان المسلمين لا تسعى إلى التعاون مع هذا النظام، ما زالت تعتبره وستعتبره زي إلى الأبد أنه انقلاب عسكري استولى على الحكم بالقوة، وأنه لا يمكن خائن ولا يمكن التعاون معه بأي شكل من الأشكال. لكن الجماعة نفسها من كم يوم أطلقت دعوات لتجنيب الخلافات السياسية مع هذا النظام وتوحيد الجهود من أجل مواجهة فيروس كورونا، إزاي دلوقتي بتقول هذا الكلام؟ يا سيدي النظام لا يعتبر جبهة سياسية ولا واجهة سياسية ولا جمعية سياسية ولا غيرها. هذا الرجل المنفرد الذي استولى على الحكم بخيانة وثم ركن كل أو أطاح بكل من خان معه الأمر وأصبح هو يمثل النظام، يمثل الدولة. هذا الرجل لا يمثل أي صورة من صور الأنظمة السياسية أو الجمعيات السياسية أو أي شيء، فلا يعتبر نفسه هذا كما إنما نقول الأحزاب السياسية أو النظم السياسية أو التكتلات السياسية لا يدخل فيها انقلاب عسكري خائن على الإطلاق. طيب أنتوا رؤيتكم إيه أستاذ إبراهيم فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا في مصر، خاصة أن في أعداد كبيرة من الأطباء والمتخصصين والعلماء داخل صفوف الجماعة لديهم القدرة على المشاركة في هذه الجهود؟ يا أخي الكريم، يعني كنا هي زارا لله سبحانه وتعالى في هذا الظرف التاريخ، وحتى يعلم الشعب المصري حقيقة هذه الداهية أو المصيبة التي أتى بها في الفتاح السيسي، أن يتتم لا يوجد في المجتمع المصري أو في السجون داخل مصر مجموعة كبيرة ضخمة جدا من الأطباء، ويعرض هذا الأطباء العمل لمواجهة هذه الأزمة والعودة مرة إليها خصوصاً. أنا أعتقد يعني شرف كبير، والحقيقة يعني تعجز أي قوة أخرى عن تمثيله، ومع ذلك هذا الرجل الخائن يرفض هذه المباراة من أطباء مستعدين يواجهوا هذا الفيروس الجديد، وحتى لو ناله الموت واعتبرونه هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى دفاعا عن انفسهم وعن اخوانهم. هذا ما تقوله استاذ ابراهيم، لكن في المقابل عبد الفتاح السيسي لما خرج من كام يوم اتكلم عن عوده الاخوان المسلمين للمشهد، وقال انه بيحذر المصريين من فكره ان الاخوان متعودين على هذا السيناريو من 50-60 سنه، انهم يهادنوا المصريين لمده كام سنه وبعد كده يعودوا لكي يكونوا جزء من المشهد. كيف ترى هذه التصريحات؟ يا أخي الكريم، أتصور أنه عبد الفتاح السيسي ومحاولة ومن يعمل معه من بعض الطائف أو كل الطائف التي تعمل معه تحاول أن تبتعد تماما عن القذف من الحديث وتنويع الرد عليه. الإخوان المسلمين موجود على الأرض، باعترافي أن الإخوان المسلمين موجود على الأرض. عبد الفتاح السيسي قائم الآن على مؤامرة ضخمة جدا نحاول أن نعلنها للناس وانتبه إليها الناس. عبد الفتاح السيسي بيحاول الآن إفناء أكبر عدد ممكن ما يستطيع من الشعب المصري، وكما يقول إن 100 مليون أو أكثر من 100 مليون لابد من إنقاذهم، وهذه هي الفرصة الوحيدة الآن أو الفرصة التي واتته حتى يتخلص من جموع الشعب المصري الموجودة في الوادي ليأخذ النخبة
إلى مدنه وقصوره التي خرج بها من المنطقة اللي فيها زحمة فحول النيل. وأنا هذا كلام يحاول يغير يعني أو يلفت انتباه الناس إلى مسائل أخرى لا جدوى من الانتباه إليه. أنا أقول عبد الفتاح السيسي يقوم على مؤامرة ضخمة جدا لمحاولة الآن وتخلص أو يتصور أن يتخلص من الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين مش مجرد أفراد إنما فكر أو أي طوائف أخرى يحاول يتخلص منها وطنية، إنما الآن يحاول أن يلهي الناس بهذه الأمور. والآن العمل على تخفيض عدد سكان مصر الذي يرجوه، وقالوا أكثر من مرة أنه سواء بتحديد الناس لو غيره. عبد الفتاح السيسي عندما يسمح لأن يكون المصريين أو المرضى المصريين دون إذن ودون أي قانون أو دستور ليكونوا أيضا حقل تجارب فئران تجارب للفيروس الجديد دون أن يستأذن ودون أن يخبر المريض أو غيره، عبد الفتاح السيسي يعمل على عمل على اقتصاد مصر وأنهاها، عمل على حدود مصر وأنهاها، عمل المياه وأنهاها. يبقى الآن الشعب يحاول يتخلص منه على أكثر كمية ممكن يتخلص منه. هذه هي الحقيقة ولا بد أن ينتبه لها. نصرخ أو نعلي صوتنا ولعل الناس تفهم، حتى يأخذ كل إنسان على أرض مصر دوره في الرد عن بلده وعن وطنه وعن دمائه وعن أحفاده وأولاده وعن مستقبل مصر كله.